كل واحد يقول كل مدينة بصفة عالية. ونرجع تاني نلف تاني، يعني لو انت صليت كلمتين هنرجع لك تاني، مش صلاة طويلة، صلاة قصيرة عشان كلنا نصلي. أيها الآن السلام القدوس ملك الملوك ورب العباد، الإله القدوس قدرة الحكمة معظم الرحمة لدى صباح القلب لك التعظيم وقلب لك الحي لك يا عظيم أمن أبدين في السلام. نشكر تمجيد، عايزين نمجد الله، الله العظيم يستحق كل تعظيم. يا إلهنا العظيم نشكرك ونعظمك بنباركك يا سيدي، لأنك وعدك كله أمين وصريح يا رب. أنت وعدتنا وقلت إن اجتمعوا اثنين أو ثلاثة هناك أكون في الوسط، نريد أن نسمع صوتك أنت وحدك يا رب المتجلي في وسطينا، نريدك أنت وحدك يا سيدي تلمسنا فرد فرد. كل عيلة ممثلة أمامك يا سيدي، المسها بروحك القدوس وتنال البركة والرضا من إلهنا العظيم. بنعظمك يا سيدنا ورجائنا فيك كبير قوي، ملناش غيرك نلجأ له، ملناش غيرك نروح له، وإنت وعدتنا يا سيدي بالبركة، فنرجوك يا سيدي أن تسمعنا صوتك العظيم، تسمعنا صوتك الطيب الحنون يا إلهي، وتطبطب على كل رأس منحني أمامك، وتلمس كل رأس منحني أمامك موجودة، وتحس للقلوب اللي هي ما قدرتش تيجي تبعتها يا سيدي من قبلك وتحركها أنت، لأنك أنت لكل الأمور وأنت صاحب كل أمر. بنشكرك مرة كمان، بنعظمك لأن إحنا غير مستحقين، ولكن على حساب الدم بنطلب لكل كرامة وملك. عايزين نشكر الله يستحق الشكر. مين عايز يشكر الله؟ يا رب أشكرك على أسبوع مرة يا رب، أشكرك على حبيبك، أشكرك على حسابك، أشكرك على خيرك يا رب، ملوش حدود يا رب، يا رب أنت بتعطي بسخاء وأنا تعالى يا رب، العالم معايا، الآن العالم يقدم يا رب، لكن مفيش غيرك أنت وحدك اللي تخفف الآلام، مفيش غيرك أنت وحدك محبتك يا رب وعطيتك ملهاش حدود يا رب يا يسوع المسيح. يا رب كل رأس منحنى أمامك يا رب يسوع المسيح، أعطيها حسب شغل قلبها يا رب يسوع المسيح، يا رب من طلبنا على هذا المكان على وجه هذا صدقنا ورافقنا في كل مسيرة حياتنا عشان خاطر دمك تبارك السمين الكريم في الرسالة على أرض الصليب، بارك كل كنيسة مفتوحة باسمك في هذا الصباح. عايزين التوبة، طلب الغفران. اللي عايز يطلب غفران الله. يا رب قال عبدك أرمي توبني فأتوب. فعلا يا رب كلنا محتاجين لتوبة، محتاجين لتعديل مسار، لتوجيه من جلالك ومن الروح القدس المسار يا رب اللي يرضي قلبك. يا رب ساعدنا نحيا حياة التوبة، ما نقولش احنا أحسن من ناس كتير، يا رب ساعدنا نعيش حياة القداسة التي بدونها لا نرى. أشكرك لأنك إله كل نعمة بتقبلنا. أمين. بعد التوبة الباط اللي عايز يطلب من الرب. نشكرك ونعظمك ملك الملوك يا رب الأرباب، شكرا ليك يا رب، يا رب ادينا الرجاء يا رب والإيمان وأعظم كل المحبة يا رب. نشكرك لأنك باركتنا في الدرس يا رب، باركنا في الخدمة الثانية. نشكرك يا ربنا يسوع ونعظمك يا رب، املا يا رب كنايسك في كل مكان يا رب، وبارك كل اجتماع تعبد باسمك. نباركك يا رب ونعظمك ونمجد اسمك، اسمع واستجيب ولك كل شكر. يا رب اذكر برنامج الشباب السبت القادم، ارجوك يا رب تساعدنا ان احنا نجذب اولادنا واصدقائنا الشباب ييجوا يا رب يشتركوا معانا في هذا اليوم العظيم. باسم المسيح السجين، آمين. صلى الله عليه وسلم.